ما تيجي نشوف الفيديو ده وبعد كده نرجع تاني عشان في كلام كتير عايز اقوله. زملكاوي اهو يا جدع، الكرة جول يا جدع، اتقوا الله. عايزين تاخدوا الدوري الزمالك اديهوله. ده انت زملكاوي ملاكي، زملكاوي ملاكي، ما شفتش زملكاوي زيك. ده عايزين تدوم الدوري دول يا ملاكي، يا ملاكي، يا زملكاوي، يا ملاكي. محمود عاشور الزملكاوي اهو، محمود عاشور الزملكاوي، محمود عاشور ملك لله، محمود عاشور يا زملكاوي، محمود عاشور اللي بتراضي منطقة منصور، محمود عاشور يا زملكاوي، يا زملكاوي سيرف. ده واحد من جمهور الاهلي طلع قال اللي كل واحد فينا من جمهور الاهلي عايز يقوله لمحمود عاشور او للحكام، لمنظومه التحكيم عندنا في مصر. فعلا 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 لتاني سنه على التوالي ان الدوري بيروح للزمالك بسبب التحكيم. وبصراحه انا مش عارف ليه اداره النادي الاهلي قاعده ساكته على كده، وهنقعد ساكتين لحد امتى؟ لحد ما يبقى الدوري الثالث او الرابع او الخامس. لو محمود الخطيب في حاجه هو خايف منها، لا ما يخافش، هيلاقي جمهور الاهلي وراه. بس ومش عايزين ننسى الكلام اللي قاله ابو تريكا يوم 28/5 ان الاهلي بيساق الى مهزله. دي حقيقه انا احنا شايفينها كجمهور اهلي، شايفينها في الوقت الحالي. هنفضل ساكتين لحد امتى؟ هنفضل نتفرج على الدنيا بتخلص من النادي الاهلي لحد امتى؟ محمود الخطيب هرجع اقولها تاني، لو في حاجه خايف منها من اتحاد الكوره، لا اطلع اتكلم وهتلاقي جمهور الاهلي كله وراك. انما ان احنا نفضل قاعدين ساكتين بالمنظر ده، فده اكبر غلط احنا ماشيين عليه. واكتر حاجه ده بيقول لك السكت عن الحق شيطان اخرس، واحنا كده مش فاهمين حاجه، احنا كجمهور مش فاهمين حاجه في اي حاجه. احنا شايفين ان الدوري راح السنه دي والسنه اللي فاتت بسبب ايه؟ احناش عارفين.